خمس ابراج، كل برج فيه تقريبا سبع بنايات او ناطحات سحاب بتوصل الادوار لحد 25 برج. هلا دول نحن البلوك اللي نحن فيه او الشقه اللي نحن فيها هو عباره عن خمس بنايات سكنيه في برج واحد. هي البنايه السكنيه فيها 18 دور، تمام. الشقه اللي بنشوفها اليوم هي عباره عن ثلاث غرف وصاله، حمامين وبلكون، تمام. طبعا مثل ما شايفين اول شيء بنشوفه هون هذا مجمع مميز فيه هو نوعية خشب مستخدم. خشب مستخدم هون نوعية جيدة جدا. بنشوف قليل لحتى نلاقي هذا الشيء. الباب يعني يعد باب خزنة فلوس وليس باب عادي، باب جدا جيد، نوعية جدا ممتازة. الماركة تبعت الفان كلياتها ماركة كولر، واحدة من أفضل الماركات الموجودة. المجمع طبعا فيه مسابح، فيه صالات رياضية، فيه ألعاب أطفال، موقع ممتاز جدا. راح نشرح الموقع بعد شوي بعد ما ندخل على الشقة. راح نبدأ من هون. هذا الكوريدور. الكوريدور كبير جدا بالنسبة لمعظم الكوريدورات اللي بنشوفها باسطنبول أو في المجمعات في اسطنبول. في عنا هون هي المنطقة، هي منطقة صيدا مثل مكان مخصص للدولاب تبع الملابس ودولاب الأحذية الله يكرمكم. هن ما مساوينه لأنه الفكرة إنه يكون دولاب مدمج مع الجدار. الشركة هي مهتمة جدا بالتفاصيل، يعني احنا رح نشوف بعد شوي في المطبخ، رح نشوف في الصالون، رح نشوف الأشياء هي جدا مهتمين، الميكروويف، الفرن، كذا، الأشياء هي كلها موجودة. هذا تركوه على اساس انه يكون يصير على رغبه العميل اللي بده يسوي. الكوريدور مثل ما انا شايفين مساحته جدا كبيره، مدخله جدا كبير، ممكن يستغل الزاويه المقابله للمدخل، ممكن تستغل هي المكان هذا، ممكن يستغل يصير كمكان للبورشامبو، لمكان للحسير والجاكيت. راح ندخل المطبخ. مثل ما قلنا التفاصيل هون جدا مهمه بهذا المجمع. هم حاطين كل شيء من ادوات كهربائيه، من الفرشينه، البراد هذا راح يكون داخل جوا الشقه، كلياتهم ماركت سيمنز، ماركت سيمنز ماركه جيده معقوله. هون في عندنا البراد، كلياته صفر، لسه ما استخدم الشقه اصلا صفر جديده. فرن طبعا كلياتهم بيشتغلوا على الكهرباء. و في عندنا هون مثل ما انا شايفين نفس ماركت سيمنز، في عندنا الفلتر تبع الهواء او ساحب الفخام، وفي عندنا الغاز كمان موجود، غساله مسحون بالشكل هذا، كمان مدمجه مع المطبخ. الخزن كلياته بالشكل هذا، في مساحه كثير كبيره كثير معقوله بالنسبه للخزن حاطينها. النوع هذا كلياته خشب طبعا، المكان هذا كلياته فايبر سيراميك. الخشب بنوعية جيدة لما حط نظيف حتى يكون اسهل. بالشكل هذا. البلكون هلا، البلكون مساحته كبيرة حلوة. تقريبا مترين في متر، متر و70 سنتي. البلكون فيه له اطلالتين. لو نشوف لما راح تقرب الكاميرا، أول شيء هي البلوكات الثانية الموجودة كمان لكوزا من نفس المجمع. هذا الشارع هو شارع رئيسي بمر على مول أكباتي. مول أكباتي هو هون مكان التكاسي اللي واقفة هنيك. هون في عنا على البعيد الشارع الرئيسي اللي هو الشارع اللي بيربط اسطنبول كلياتها بالمنطقة. يعني في له اطلالتين، اطلالة على المدينة بالشكل هذا، واطلالة ثانية على المجمع وعلى المساحات الخضراء اللي قدام المجمع. هلا رح ننتقل لجوا مرة ثانية. هون في عندنا الصالة. طبعا كل الغرف فيها نظام تحكم بدرجة الحرارة، كلياته نظام مركزي، الأقفال كلياتها ماركة ريكو ماركة جيدة. الصالون جدا كبير، جدا ضخم. يعني عادة مساحة الصالون حوالي 35 أو 36 متر على الأقل. مكيف، المكيف بيلت إن، موجود مكيف هون. الدفايات موجودين تبع الغاز. مساحه الصالون جدا حلوه جدا كبيره، كمان الطالتين نفس الشيء. هلا اطلالة الصالون مختلفه عن الطالتين، لانه الصالون صار على زاويه. وبالتالي في له ثلاث اطلالات بدل اطلالتين.
الاطلاله اللي شفناها بالاساس مول اكباتي والى اخره. في عندنا هون الشارع الفرنسي تبع مجمع كوزا. الشارع الفرنسي هو عباره عن شارع مخصص فقط للمشاة. كلياته مطاعم، مقاهي، ماركات جدا راقيه كبيره وعالميه. وطبعا كمان الاطلاله الاساسيه اللي هي اطلاله الاكوزا اللي هي الابراج تبع الاكوزا. اذا ثلاث اطلالات، اكوزا، الشارع السريع، واطلاله الشارع الفرنسي اللي هو الشارع الرئيسي تبع المنطقه. حلو كونه زاويه الشقه عند هون في عنا غرفة. الغرفة هون كلها كبيرة، ما في غرفة صغيرة. كل غرفة كبيرة. هاي الغرفة تقريبا 5 متر ب 3 متر أو مترين وثمانية. الإطلالة تبعتها على الشارع الفرنسي، كمان على الخط السريع، بنفس الوقت كمان على الشارع الرئيسي تبع كوزا. كلها مجموعة. نظام اطلاع حرارة غرفة فيه، دفايات موجودة فيه، الباركين بنوعية جيدة، ما هي ممتازة لكن نوعية جيدة، أنا بفضل هذا النوع من الباركين، معظم الباركين بيكون كاشف وفيه مشاكل مع الزمن، هذا النوع جيد. غرفة ثانية. نفس المساحة الثانية، المساحة واحدة، هي الغرفة، والغرفة الجنب اللي شفناها قبل شوي، نفس المساحة، نفس الإطلالة كمان. نفس النظام الفعال موجود. هون في عنا الحمام. الحمام فيه تفاصيل حلوة كتير. أول شيء التصميم العصري، تصميم حلو بالنسبة للمغسلة، كله ماركت فيترا على فكرة، وكمان الكروم والأشياء هاي كلها ده ماركت ألتيما. تصميم حلو، مهتمين بهي التفاصيل، هذا مكان مخصص للغسالة. تصميم المكان التواليت كمان حلو. البانيو اللي موجود، البانيو بالشكل هذا، وفي هون كمان هذا لوحة أزاز ممكن يتحرك على حسب كيف بتحبوا يكون موجود. تصميم جيد يعني، قليل حتى نلاقي هذا الاهتمام بالتفاصيل في الحمامات بالذات مجمع اسطنبول. هلا الغرفة الأخيرة هي المصر. مصر هون في أكبر غرفة، وهي الغرفة الثانية بعد الصالون اللي فيها مكيف، تمام؟ إذا مكيف في عنا في الصالة وفي عنا مكيف هون. الإطلالة تبع مصر هون كلها على الشارع الفرنسي. مصر هون كبيرة، هذا ثلاثة رخام، الباركين كمان هي جيدة، كمان نفس الموضوع تبع نظام الإطفاء الحرارة، لكن الإطلالة تبع مصر هون هي المميزة. الشارع الفرنسي كله واضح كمان اطلاق المدينة حلوة. هلا هون في عنا طبعا عنا مصر هون في حمام، حمام ثاني، الحمام بالشكل هذا بيكون. نفس التصميم، نفس التصميم، نفس الأناقة العصرية، اللمسة الحلوة. طبعا الشقة هي ما فيها كهرباء لأنه جديدة، لسه ما سكنت صفر. لما بتنسكن بتوصل فيها الكهرباء. نفس التصميم تبع الحمام، دوش كابين كمان خاص وبالإضافة للتدفئة تبع الحمام. مساحة الشقة الكلية هي عبارة عن 206 متر، الصافي منها 185 متر. البناء فيه 18 دور، الشقة هي بتقع في الدور رقم 15، اطلالتها عالية حلوة. الأهم من هذا كلياته المنطقة تبعتك، منطقة جدا حلوة جدا فخمة، كل شيء بدك إياه موجود جنبك، حتى قريبا من 2018 رح يكون في مترو كمان قريب على مسافة 3 دقائق أو 4 دقائق. الشقة بشكل عام تقييم لها ممتازة.